هون بهذا السؤال عم بيقول لي solve the following system of inequalities. solve the following system of inequalities. عنا system of two inequalities. فطبعا نحنا بنشتغل بأول inequality لحال، بنشتغل بتاني inequality لحال، بعدين بربط الجوابين مع بعض. اوكي، لازم طلع جواب لهاي وطلع جواب لهاي، يعني ايمتى بيكون هيدا الانيكواليتي اصغر من زيرو، يعني ايمتى بتكون بالماينس، وايمتى هيدا الانيكواليتي او هيدا شو بيقولوا الاكسبريشن نسيت شو، ايمتى بتكون كمان اقل من زيرو. اوكي، يعني بدي السوليوشن الاولى السوليوشن الثاني، بعدين بجمع التو سوليوشنز مع بعض بطلع بسوليوشن واحد. كمان سوري، يعني بالنهايه بدي اعرف اكس بيلونج لاي انترفلز. اوكي، فانا بنقول اول واحد، فلمبين معي هون انه بدي اعمل لما يكون في عندي فراكشن الافضل يكون عندي فاكتورز. اوكي، يعني اعمل فاكتورايز للاول. فانا هون مبين معي اكس سكوير ماينس 1 راح يطلع معي اكس ماينس 1 انتو اكس بلس 1. هلا ممكن اعمل اكسباند، ممكن التلميذ مثلا يروح للاكسباند يعني يفك هول براكت بعدين يربطهم مع بعضهم. هيدي بحاله وحده اذا كان سكوير راح معكم، اذا الاكس سكوير راحت معكم يعني الافضل. اوكي، الا اذا بس خلصتوها طلع بينعمل لها طلعت ريماركر والايدنتيتي ودغري حولتوها، بالنهايه ما نعمل فاكتورايز. اوكي، فبلش فاكتورايز من الاول احسن. بلس انتو اكس بلس 1 انتو 2 اكس بلس 3 اوفر ماينس اكس بلس 3 اصغر من 0. اوكي، هون مفروض بين هاي وبين هاي في عندي اكس بلس 1 كومون، فرح اخذ اكس بلس 1 بفتح البراكيت بقي فيها اكس ماينس 1 بلس من الثاني بقي 2x plus 3 اوكي over minus x plus 3. طيب هاي اصغر من 0، بعدين x plus 1 وانا هون عندي x مع x بيطلع عندي 3x، minus 1 مع plus 3 بيطلع عندي plus 2 صح؟ انتو minus x plus 3 اصغر من 0. اوكي، ما عادش فيني اعمل شيء. هلا بدي اعرف شو الروت لهاي شو الروت لهاي شو الروت لهاي لحتى اعمل table of variation. الروت للاكس بلس 1 هي شو؟ اكس ايكوال ماينس 1. كيف عرفنا الروت اللي لها؟ جينا حطيناها هيك لحال اكس بلس 1 ايكوال 0 فطلعت معي اكس ايكوال ماينس 1. الثاني كمان راح اعملها 3x بلس 2 ايكوال 0 فحتطلع الروت الثاني اكس ايكوال ماينس 2 اوفر 3. الثالثه ماينس اكس بلس 3 طبعا بتكون هيدي ديفرنت فروم 0 لانها بالدينومينيتر، فمعناتها بنقول الاكس ديفرنت فروم 3 بتطلع. اوكي، اكس ديفرنت فروم 3، فعندي هول التو روتس، ثلاثه روتس. هلا هون بدي اعمل تيبل اوف فاريشن، عندي هذا الخط اللي هون وهذا الخط، طبعا بنحط اكس كم روت عندي؟ ثلاثه روتس. اوكي، راح اعمل 1 2 3، كمان راح يكون عندي ثلاثه فاكتورز 1 2 3 وبالاخير السوليوشن. نجي نكتب هون، هون في عندي اكس، هون ال الروتس هني ماينس 2 اوفر 3 ماينس 2 اوفر 3 وفي عندي الماينس 1 بتكون قبل ماينس 1 قبل ماينس 1 ماينس 2 اوفر 3 وفي عندي ال 3 صح؟ ومن هون ماينس انفينيتي ومن هون بلس انفينيتي. اول روت هو معي اكس بلس 1، ثاني روت هي 3 اكس بلس 2، بعدين ماينس اكس بلس 3 وفي عندي هون السوليوشن لها كلها. اوكي؟ نظبط هاي شوي. طيب هلا الروت للاكس بلس 1 هي هون، الروت ل 3x بلس 2 هي هون، ماينس اكس بلس 3 الروت اللي لها هون بس بعملها شو؟ بعملها هيك مثل منقطه. اوكي، لانه هي ديفرنت فروم 0، هذا الزيرو بينزل لتحت على السوليوشن، هذا الزيرو بينزل هيك على السوليوشن، هون اللي منقطه انه هي ديفرنت فروم 0 بتضلها نازله لتحت على السوليوشن. هلا الاشاره تبع الاكس بلس فبتكون من بعد الروت شو؟ بلس ست، قبلها بتكون ماينس. إشارة الاكس هي بلس ومن بعد الروت اللي لها بلس وقبلها شو؟ ماينس. إشارتها ماينس للاكس ومن بعد الروت اللي لها هاي ماينس والباقيين شو بيكونوا؟ بلس. هلا عندي ماينس وماينس بلس مع بلس بلس، عندي كمان هون بيطلع جواب ماينس، هون الجواب بلس، هون الجواب ماينس. هو شو طالب مني؟ بده اياها نيجاتيف. وين بتكون نيجاتيف؟ يعني هون وهون. فبقول له انا هاي سوليوشن 1، اوكي؟ رح نعتبر انها هي اول انيكواليتي. فاول inequality راح تكون x belong، اوكي، من وين لوين؟ من هذا الرقم لهذا الرقم. اوكي، ما قال لي or equal، يعني ما بيكونوا داخلين لهول الاثنين، من الماينس 1 لعند الماينس 2 اوفر 3 اثنيناتهم هول مش داخلين، فحاعمل open interval عليهم. ليه؟ لانه ما قال لي or equal، ما قال لي or equal. اوكي، طيب بعدين في عندي كمان ماينس ثانيه هي من 3 للبلس انفينيتي، فانا بحط من 3 بلس انفينيتي.
على 3 كمان رح احط شو ديفرنت، يعني هي لانه ممنوع تكون 0 فبتكون اوبن انتر، ممنوع تكون 3 يعني، فحطينا اوبن انتر. واضح هاي اول وحده. ننتقل للانيكواليتي الثاني. هلا بهيك نوع من الاسئله مفروض شو اعمل؟ كومون دينومينيتر، اوكي، بس ما بدي طير الدينومينيتر لانه الدينومينيتر فيه اكسات، يعني هو الاكسات بدي اياهم كروتس. فبعمل كومون دينومينيتر، يعني هاي الجهه بضربها باكس بلس 2 فوق وتحت، هاي الجهه بضربها باكس ماينس 1 فوق وتحت. فحيصير عندي الدينومينيتر تحت هو عباره عن ضرب اثنيناتهم اكس ماينس 1 واكس بلس 2. فوق حتكون 1 ضربناها باكس بلس 2 ماينس اللي فوق ضربناها باكس ماينس 1 اللي هي اكس ماينس 1. تنتبهوا لي لهالماينس اللي هون هي ماينس اكس بلس 1، يعني صارت لانه الماينس مضروبه فيها لكلها، لهي مضروبه فيها كلها اللي هون اصغر من زيرو. هاي انتبهوا لها، واحد بيكون عامل كل شيء صح بعدين بس هيدي غلط، راح سؤال من اوله غلط. هون عندي اكس بروح مع ماينس اكس بتروح، بيبقى عندي الجواب 3 اوفر اكس ماينس 1 انتو اكس بلس 2 اصغر من زيرو. اوكي، فانا نفس الشيء بدي اعمل تيبل اوف ريشن لانه في عندي كذا روت. فهون عندي اكس ايكوال 1، هاي اول روت. تاني روت هي اكس ايكوال لماينس 2. فبعمل تيبل اوف ريشن، في عندنا 2 روتس اللي هن 1 وفي عندي يعني عندي حط ماينس 2 ماينس 1. عندي اول فاكتور هون، تاني فاكتور، ومفروض السوليوشن تحت. اوكي، هون عندي ماينس 2 1، طبعا من هون ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. هاي الاكس، هاي اول فاكتور، هيدا تاني فاكتور. عندي هون السوليوشن، او شو كمان هون عندي الروت لهاي اكس. طبعا ما بنحط زيرو لانه ما بنحط زيرو، هو ديفرنت فروم زيرو لانه بالدينومينيتر. فهون بيكون هذا الخط هيك منقط وهذا الخط هون منقط، فلما ينزلوا على السوليوشن شو بيكونوا؟ بيكونوا منقطين. اوكي، هلا هون طبعا في عندي ال3، يعني انا ما عم بعمل فيها شيء لانه هي بلا اكس. اوكي، بس انه عاده الساين لل3 هي شو مبين اشارتها لهي بلس. فانا اذا كانت عندي ماينس رح محي هذه السوليوشن هون، اذا كانت ماينس بيختلف الوضع. اذا كانت ماينس فمضطره شو اعمل؟ اعمل لها صف لها لحال. اوكي، حطها لهون 3، بس شو بتكون هون؟ دائما بوزيتيف هي ال3 وين ما كان، دائما هي بوزيتيف. واضحه كيف؟ لانه اذا كانت معي نيجاتيف بتفرق، اذا كانت ماينس 3 حتفرق معي. طيب فهون شو عندي؟ الاشاره للاكس هي بلس، فحيكون بعد الروت اللي لها بلس والباقيين ماينس. اشاره الاكس بلس فبعد الروت اللي لها بلس وهي ماينس، بصير عندي ماينس وماينس وبلس، هاي اشاره بلس. هون سوليوشن 2، اوكي، تاني انيكواليتي. هون بيكون عندي الجواب ماينس، هون بيكون عندي الجواب بلس. فسوليوشن 2 هي اكس بيلونج، هو شو طالب مني؟ نيجاتيف. نيجاتيف يعني هاي، فمعناتها من وين لوين؟ من ماينس 2 لعند ال1، من ماينس 2 لعند ال1، بس اثنيناتهم شو؟ اوبن انترفال. ما قال لي اور ايكوال. اوكي، حتى لو قال لي اور ايكوال هون ما فيني ادخلهم الماينس 2 وال1 لانه ممنوع تكون الايكويشن او الانيكواليتي هاي يكون تحت تحت الجواب، بده يكون عنده بالزيرو، ممنوع يكون بالزيرو. اوكي، فهلا طلعنا تو سوليوشنز، شو ما نعمل؟ بدنا نعملهم بتيبل واحد. اوكي، ما نوحدهم بتيبل واحد. خليني اكتب سوليوشن 1 شو طلعت معنا هون. فانا هون بدي اعمل تيبل موحد لالهم. شوفوا كيف شكل التيبل رح يكون. اوكي، هاي خط هون جالس هيك، هذا خط هون جالس هيك. فانا كم روت عندي هون؟ هون كم روت لحتى اكتبهم؟ هون عندي الاكس، هاي مفروض اس 1، هاي اس 2. اوكي، واخر شيء السوليوشن الاساسيه او السوليوشن النهائيه. عندي بدي رتبهم اول شيء من الصغير للكبير. عندي هول ثلاثتهم بالماينس، رح يكون عندي ماينس 2 بالاول، طبعا رح يكون عندي ماينس انفينيتي بالاول، صح؟ ماينس انفينيتي، ماينس 2، ماينس 1، بعدين ماينس 2 اوفر 3. نجي للبلس، عندي 1 و3، 1 و3، وعندنا بلس انفينيتي. اوكي، السوليوشن الاولى اس 1 هي من كلهم اوبن انترفال، يعني لما اشتغل فيهم بيكون شو؟ مثلا نقول نزلت من الماينس 2 بنزل منقط. اوكي، بنزل منقط. طيب نشوف اول وحده، عم نحكي عن سوليوشن 1. من ماينس 1 لماينس 2 اوفر 3، ماينس 1 للماينس 2 اوفر 3، فهي هون. اوكي، بعدين عندي من 3 للبلس انفينيتي، يعني من 3 نزلت راحت لعند بلس انفينيتي، هاي سوليوشن 1. سوليوشن 2 هي من ماينس 2 ل 1، فبنزل ماينس 2، عندي هاي الماينس 2 هون، عندي الماينس 1 كمان بتنزل نقط، فعندي هاي هيك. اوكي،
السوليوشن النهائيه بدها تكون الانترسكشن بيناتهم لهول الاثنين. انترسكشن يعني بدهم يكونوا مثلا خطين، لازم يكون في خط هون وخط هون، اوكي، لحتى اقول انه الاكس بيلونج مثلا ماينس 2 لماينس 1. هون عندي خط واحد هاي الجهه، هون كمان خط واحد، هون عندي خط واحد، يعني ما عندي مثلا هون خطين صاروا خطين فوق بعض، اوكي، ما عندي هيك. هاي يعني بين ماينس 2 1 عندي خط واحد، بين ماينس 1 ماينس 3 خط واحد، بين 3 والانفينيتي خط واحد. فمعناتها هون شو بقول له؟ نو سوليوشن للاكس، ما عنده نو سوليوشن، واضح؟ ما في اكس، يعني ما عندي اكس، ما طلع عندي اكس. فهذا هو السؤال.